من بعد ما تكون عندك سنتر واح تبدا ازيرو وشوف المحل كيف كان، كان ديزير خاوي كاع بلاد كاع يولوا يكرموك وتولي معروف. بهذه العبارات لخص الشاب محمد المدعوماني صاحب احد اشهر المطاعم المتخصصه في السمك مسيره نجاحه. ماني بدأ مسيرته في العمل كغاسل أطباق وهو في سن 13 سنة من عمره. 13 عام بديت الخدمة، مشينا في الريزون خدمة، خدمت باتيسي، خدمت بونجير في قهوة، خدمت بعت البيض، بعت الكاوكاو، بعت فلاباسي. صافي دين كي كانت عندي 17 صافي من 13 ل 4 سنين تاع تمارة، بعد 3 ولا 4 سنين تاع الاكسبيريونس وليت جير، وليت نشري الحوت وحدي بكر صباح، ندخل نسلخ كالامار، نسيق هنا، درت كاع شكايب. اون 2007 اقترحوا عليا انهم يكروها لي، 2011 اقترح عليا معلم انه يبيعها. الحمد لله بتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى ودعوة الخير تاع الوالدة. بهذا المشروع الناجح استطاع الشاب ماني توظيف العشرات من العمال وانتشالهم من شبح البطالة. خدامين طلعوا ابي، كانت عندي موطو سونطروا، كنا عمال مازلنا نهضروا، كنا نخدموا في الحبة، انا اللي معلم، اللي راه جيرون جيرون معايا، اللي راه شاف الكويزين شاف الكويزين، اللي راه شاف دو باك شاف، راهم معايا لحد الان، بقات العلاقة. عمره ولا تبدل علينا، عمره ولا زاد علينا حاجة، كي نمرضوا يمرض معانا، وكي تخصنا حاجة يوقف معنا. مسيرة ماني قدوة للشباب الطموح الباحث عن فرص عمل، فهو أثبت أن لا مستحيل مع الإرادة والجهد.